زيارة يائير لبيد وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الرباط، هل يمكن القول اليوم بأن العلاقات الدبلوماسية المغربية الصهيونية باتت علاقات وثيقة لا تتأثر بأي ظرف سياسي سواء داخل الكيان بعد تغيير حكومة بنيامين نتنياهو ومجيء حكومة نفتالي بنت أو في المملكة المغربية أيضا؟ نعم، بالنسبة لهذه الزيارة هي زيارة من أجل استكمال ما فسك فيه التطبيع في المرحلة الأولى من اختراق للشعب المغربي ومن أجل تصفية المقومات القوى الحية في المغرب وفي الشعب المغربي، أي أن هناك مرحلة أولى فشل فيها التطبيع والمشروع الصهيوني من أجل اختراق الشعب المغربي. المرحلة الأولى كانت مع كوشنر وبلشفط والتوقيع الأول، لكن وجودها ووجه بالمقاومة والخروج الشارع رغم الخطاب، وهي مرحلة تسمى بمرحلة التعديل للتطبيع، وفشلت هذه المرحلة بالعمل الشعبي والمؤسسات والمغربي وإبطال الادعاءات والكشف عن الإجماع الحقيقي من قبل الإرادة الشعبية. ثم جاءت المرحلة الثانية وفشلت، وهي مرحلة التطهير، أي تطهير الأرض المغربية من المناهضين والمقاومين للتطبيع، أي الانتقال من التطبيع إلى مواجهة المتطبعين من أجل التعبيد للتطبيع ولبواباته الإفسادية من أجل ضرب القوى الحية ومن أجل ضرب فطرة الشعب المغربي. فبعد هذا الفشل، خصوصا بعد الفضيحة والعار الذي رصده المغاربة ورصده العالم العربي والإسلامي بعد فضيحة ممثل الكيان الصهيوني الذي تم طرده ولم يقبل في إشاره للشقق المغربية خصوصا في الرباط، ثم بعد فضيحة أفغان والحملة التي سميت تطرد ممثل الكيان الصهيوني من المغرب. فبعد هذه المرحلة جاءت مرحلة استكمال من قبل في الرباط، لكن هذه المرحلة سوف تفهم أنها مرحلة طبعت على الدار ومع مؤسسات الدار ومع أساس الدار ولم تطبع مع الشعب المغربي. الشعب المغربي الذي أسقط المرحلة الأولى مع الدار مرحلة التطبيع، وأسقط المرحلة الثانية مع الممثل الكيان الصهيوني ومع مرحلة ما تسمى مرحلة التطبيع، هذه المرحلة سوف تفشل. لماذا؟ نعم. لأن الشعب هو المقاوم، الشعب هو الذي يواجه، الشعب هو صاحب الكلمة. كان لافتا أن هذه الزيارة لرأس الدبلوماسية الصهيونية هي الأولى من نوعها منذ سنة 2003 حسب صحيفة الشرق الأوسط، أي أن هناك انقطاعا لزيارات رفيعة المستوى لمدة 18 عاما كاملة. برأيك ما هي الدوافع اليوم للمغرب بغض النظر عن قضية الصحراء الكبرى، وخاصة كما ذكرنا مع تغير دونالد ترامب وأيضا تغير بنيامين نتنياهو، ما هي دوافع المغرب في تثبيت هذه العلاقة في هذا التوقيت بالذات، يعني مع وجود سياق دعنا نقول دولي وإقليمي مغاير لما كان في بان توقيع الاتفاقية بين المغرب والكيان؟ نعم، على مستوى المحلي الهدف من هذه الزيارة وهي ترميم ما فشل فيه التطبيع الأول في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية التي هي مرحلة التعبيد والتمهيد، أي يحاولون أن يمسحوا العار والفشل التطبيعي الذي قال عنه نتنياهو بأن التطبيع المغربي الصهيوني هي مرحلة تاريخية، لكن كان الشعب المغربي عقب أمام ذلك. إذن الهدف الأول وهو هدف لمسح العار وترميم الجهود الفاشلة السابقة على مستوى المحلي. على مستوى المستوى الإقليمي خصوصا على مستوى المنطقة المغاربية، أرادوا أن يحولوا النظام المغربي إلى نظام العمل بالوكالة في على مستوى التخريب وعلى مستوى التصفية على مستوى المغربي وعلى مستوى المنطقة المغاربية وعلى مستوى إفريقيا بصفة عامة.